السلام عليكم احبابي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف. اليوم راني حاب نحكي لكم على ان سوجي تري امبورطون، دي هو لا ديكوراسيون. لا ديكوراسيون تاع الديار ولا لي ريستو ولا لي صالون ولا ما شابه ذلك. انا نعطي لكم امتي كونساي، سي كو كاين واحد يعني شركه هكا تاع لا ديكوراسيون اللي اسمها اس ستوديو اركيتكت، تقدروا تضربوا طله عندها. هما اللي ديكوريو لكم كلش، هما اللي يخدموا الدار. يعني هما اللي كاين دي جون اللي بالك كيما انا واحد الوقت كي كنت نعاود في دارنا كانوا خاصين شغل هكا ايكيب اللي هما يجيو يبنوها وهما يديكوريوها وهما اللي يتكفلوا بكل حاجه. دونك اس ستوديو ديكو اركيتكت بلوتو هما اللي يخدموا كاع هاد العفايس. انا دوكا يبانت لي نعاود نبدل الدار. يلا جو فوز انفيت كاع كيما راكم باش تشوفوا واش يخدموا كامل. نتوما قلبكم مازال ما براش ماشي نتوما ديروا لي بياج اليوم كاين غدوه بلاش دوهم عليا دوهم عليا خرجوا حياتي ندير لكم كورتاج ماشي ام زين وصلك يا البدر السنيل ولا شفاك وكلام حسودك ورقيب اللي ضاير بيك افغراض عدولك دونك خاوتي راكم شفتوا كامل انفام بديت لكم دي زيكستريم الخدمه تاعهم، تقدروا تدخلوا عندهم كامل نتوما باش تشوفوا في لاباج تاعهم هذه اللي راهي هنايا. ابونيوهم كامل ميم اذا ماكمش راحين تبنوا دوكا تحقوهم ابري. دونك ابونيوهم واستمتعوا باعمالهم. هذاكم الصحه.